نحن الآن في الحي الإداري أو الحي الخاص بالإداريين اللي هم خدموا هنا في عين تيموشنت، هو الحي الأخير في ساروك. لحسب المعلومات قال لك ما عندناش كهرباء، وفعلا الكهرباء غير منعدمة هنا، عندهم البطويات ولكن الكهرباء كلها ما يعني ما عندهمش هنا. كيف كهرباء يعني الظلمة، كان المفروض يزوروا هذا الحي. طبعا الكهرباء كاع ما تقديش هي من هنا. بس كيف أكملها، فيها العديد من الإطارات أو العديد من الإداريين التابعين لولاية عين تيموشنت، عندهم رجع الكهرباء. طبعا هما كانوا يعانوا من الطريق وما زال يعانوا منها، لكن الكهرباء منعدمة بتاتا. والخوف، يعني الخوف، لماذا الخوف؟ لأن العمارات هذو التوالى اللي راهم في الخلاء، وإحنا لا حول ولا قوة إلا بالله، كثرة السرقة وكثرة المشاكل. بس كي تكون الكهرباء يكون عند الأقل شوية أمن. طبعا هم يعانوا من الكهرباء ويعانوا من الطريق، هذا هو الطريق، طريق محفرة. الكهرباء طبعا الطريق ما كانش، الطريق محفرة بزاف. هذا هو الحي الإداري تاع عين تيموشنت.